من الحاجات اللي باستمرار لازم نراجعها هي علاقتي بربنا. هل علاقتي بربنا علاقة سطحية أو علاقة نفعية، إن أنا لما بحتاج ربنا بطلب منه وخلاص؟ هل أنا علاقتي بربنا علاقة حقيقية وعلاقة حية، ولا علاقة يعني للمظهرية؟ ده كويس، ده بيروح الكنيسة، أصله ده خادم في الكنيسة، أو ما إلى ذلك. الناس بتشوفني بس بعرف أتكلم عن ربنا، ولا بتشوف الله الساكن جوايا؟ أسئلة كتيرة ممكن نسألها في هذا الإطار، لكن في البداية اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي نورنا، أستاذ كرم شنودة، الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون. اهلا بك يا استاذنا، منورنا. اهلا بك يا استاذ حياة، ربنا يخليك حبيبي. نشوف مع حضرتك والسادة المشاهدين جزء من رسالة معلمنا يعقوب ونرجع تاني. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. كلمات جميلة نتأمل فيها النهاردة، لكن في البداية أستاذ كرم لو حضرتك تدينا فكرة عن رسالة معلمنا يعقوب. رسالة القديس يعقوب دي تعتبر الرسالة الأولى من الرسائل الجامعة اللي بنسميها في الكنيسة عندنا الكاثوليكون. بالمناسبة الرسائل الجامعة دول 7 رسائل، لو حبينا نعرفهم مع بعض، واحد في الأول، واحد في الآخر، 2 3. في الأول يعقوب، في الآخر يهوذا، رسالتين لبطرس، 3 ليوحنا. حلوة 7 رسائل دي. يبقى 1 2 3 1. تمام، يعقوب، بطرس الأولى، الثانية يوحنا الأولى، يوحنا الثانية، يوحنا الثالثة، يهوذا. يهوذا كاتب الرسالة القديس يعقوب. ومن المفارقات اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي شخصيا أو ما كنتش مركز معاها، القديس يعقوب أجمع المؤرخين ده ابن خالة السيد المسيح له المجد. لم يؤمن برسالة ملك المجد أثناء وجوده على الأرض، أثناء وجود السيد المسيح على الأرض، ولكن آمن بيها بعد الصلب والقيامة. بقى القديس يعقوب ولقب باليعقوب البار، لدرجة القديس بولس اتكلم عن يعقوب وقدمه عن بطرس ويوحنا. القديس جيروم اتكلم عنه أنه قال من آباء الكنيسة ورأس مجمع أورشليم الأول، ده كان أول مجمع يعقد سنة 50 عشان يناقش إيمان وقبول الأمم. القديس يعقوب من كتر بره كانت ركبتيه تشبه ركب الجمال اللي هي الناشفة من كتر السجود. الرسالة اتكتبت تقريبا سنة 60 ميلادية، وكتبها القديس يعقوب اللي كان اليهود يهابوه جدا ويقدروه جدا، ولكن لما تيقنوا انه من اتباع المسيح رموه من فوق جناح الهيكل ورجموه، وواحد منهم ضربه على دماغه ونال اكليل الشهاده سنه 69. الرساله محتواها بتتكلم عن الايمان الحي، لانه فيه امثله لنماذج ايمان ميته. الايمان الحي بيتكلم عن التجربه وكيفيه احتمالها، وبيربط بين التجربة وحياة الفرح، وكان ميكس عجيب قوي ممكن نستغرب له، لدرجة في الإصحاح الأول قل احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فكان بيتكلم عن التجارب سواء الداخلية أو الخارجية. اتكلم برضو الرسالة عن ناموس المحبة وأعمال الحكمة والغنى. ده محتوى الرسالة في عجالة. جميل. وكتبها القديس يعقوب. جميل، هي رسالة جميلة الرسول. وكلها حاجات حياتية كده وينفع تتحفظ كمان جداً. يعني معظم الآيات فيها مظبوط. نتكلم النهارده بيقول اخضعوا فاخضعوا لله. أنا عايز أعرف حضرتك مفهوم الخضوع وكيف نخضع لله. يمكن حتى في الإكليل في الكنيسة دايما توصية للزوجة أن هي تخضع لرجلها وتهابه وأمور كده، ففكرة الخضوع إيه هي؟ الخضوع لله هنا
قد يخلط البعض في المفهوم بين الخضوع والمذلة. شتان بين الخضوع لربنا والمذلة. الخضوع لربنا لا يأتي إلا بخضوع الإرادة. وخضوع الإرادة لا يأتي إلا بإيماني المطلق بعمل ربنا في حياتي. تمام. فهنا الخضوع لا دي جاي بكامل إرادتي وبكامل قوايا الفكرية والنفسية، لأن عارف أنه هذا الإله لما أخضع ليه هيكون السند والمعين. خضوع بحب يعني. الخضوع بحب. يعني إذا حتى لو حسبتها بكل المقاييس. صحيح. وكيف أخضع لهذا الإله المحب. كيف أخضع لهذا الإله المحب. فالخضوع لابد أن يأتي أولا من خضوع الإرادة. لأن إرادتك أولا هي اللي بتتحكم في كل تصرفاتك بعد. صحيح. كده خاضع ولا غير خاضع، وخاضع غير خانع. لأنه ربنا اللي عايزنا أخضع ليه أداني مطلق الحرية، أداني مطلق الحرية من أيام خليقة أبينا آدم، وقال له الشجر قدامك زي ما أنت عايز، الشجرة دي بس. طب سبتها ليه يا رب؟ عشان أنا لذتي في بني آدم. أنت ليك مطلق الحرية، خاضع لله ولا لا، خاضع للوصية ولا لا. فالخضوع هنا إرادة ورغبة. وكل إنسان في الحتة دي غير مسير. صحيح. خالص خالص لكل الاختيار في مدى قبولك للخضوع ولا عدمه. يعني أنا ممكن أبسطها كده أن أنا أقول حاضر بس بحب. يعني في واحد لما حد يقول له على حاجة يقول له طيب، يعني أو بيعملها لأنه غصب عنه لازم يعملها لأنه رئيسه أمره بكده. لكن الخضوع بحب أن أنا بنفذ عن. وده اللي قلنا عليه في الأول، الخنوع غير الخضوع. صحيح صحيح. لك خان عليه كده، أقول لك أكل العيش. أيوه. خلي المركب تمشي. هو سوري ما بيفهمش، بس أنا أعمل له إيه؟ لكن الخضوع المحب. صحيح. المقتنع المؤمن بيه. قوموا إبليس فيهرب منكم. إزاي إحنا نقاوم إبليس؟ يعني أنا الإنسان اللي قد كده هقاوم إبليس بكل أسلحته بكل قواه وبكل أفكاره اللي أنا ممكن ما أتخيلهاش، إزاي أقدر أعمل كده؟ أنا هبدأ بجملة كان المفروض أختم بيها لكن أنا حابب أبدأ بيها. اتفضل. إبليس حينما يهرب من الإنسان لا يهرب من الإنسان القوي اللي قدامه. تمام. ولكن يهرب من المسيح الساكن داخل الإنسان. الله. قاوموا إبليس يهرب منكم. إن كان على قوتي أنا، القديس أنطونيوس في قمة مجده لكان بيتحارب كان بيقول لهم إيه؟ أنا أضعف من أصغركم. فكان باتضاعه بيشوفوا أنه هو متمثل بسيده فكانوا بيهربوا منه. فهنا مقاومة إبليس عشان يهرب مني أنا بقاوم. طرق المقاومة هنتكلم عنها، ولكن يقينا إبليس يهرب من المسيح الساكن فيك مش من القوة اللي جواك. يعني كأني بقول قاوموا إبليس فيهرب من المسيح الذي بداخلكم. تمام، صح جدا كده. كيف نقاوم إبليس؟ أعمل بكل الطرق أخلي المسيح يبقى جواي. صحيح. أتسلح بسلاح الله الكامل اللي هو إيه؟ كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أتخيل أي إنسان بعيد عن كلمة ربنا، ده مش الشيطان اللي يغلبه، ده إشارة من أصغر الشياطين تبهدله. فأنا ماليش قوة في حياتي علشان أقدر أقاوم غير أولاً كلمة الله. كلمة ربنا. وللأسف أغلبنا مهملها، يعني شبابنا حتى الشباب القارئ الجيد. طب فين الكتاب المقدس في وسط قراءاتك؟ أخشى أن يكون الكتاب المقدس ملوش نصيب. عشان كده أقوى القارئين من غير كلمة ربنا بيوصل للحد. صحيح صحيح. لأنه لم يتسلح بسلاح الله الكامل. ما فيهوش روح الله اللي بيقدر يفسر بيها الكلمات، فبيمنطق بمنطق كل شيء فبيلحد. بالضبط كده، بياخدها بقوته هو، بمنطقه هو، بالفلسفة. يقول لك الفيلسوف الفلان قال كذا الفلسفة. طب ربنا قال إيه؟ في أناجيله قال إيه؟ لا ما رفعش دي، ولما أخدها بطوحها وعشان تخدم النص اللي أنا قريته قبل كده. فكلمة ربنا اللي بتقول لي هي دي السلاح اللي بتخليني اتوجهني لحاجات تانية. عن ايه اللي يخليني ارغب ان اعيش حياة التوبة؟ كلمة ربنا.
اللي يخليني اسعى انه يبقى لي اب اعتراف كلمه ربنا، اللي يخليني اقف قدام ربنا واصلي كلمه ربنا بوصل له كل حين ولا تمل. فهي المفتاح عشان توصلني لوساط النعمه اللي بتثبتني في ربنا بالجسد والدم. المن ياكل جسدي ويشرب دم ايه؟ يثبت فيا وانا اثبت. ضمنته موجود جوايا. يبقى انا رجعت للاصل بتاعي. صحيح. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. طب لما هو ساكن فيا ابليس مش بيهرب مني ليه؟ لانه في جانب تاني قال لا تطفئوا الروح. روح الله موجوده جوايا بس انا بطفيها. اللي اتكلمنا عليها في الاول. يا اما انميها يا اما اطفيها. الله موجود دايما على الباب، انا اللي بفتح وبقفل لان دي الاراده يعني. الله قريب منا جدا. بس الله قريب من كل احد. بيقول هو في الجزئيه الثانيه اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. انا الحقيقه مش فاهمها يا استاذ كرم، يعني دايما فاهم ان الكبير هو اللي بيحتوي، يعني انا ازاي انا اقترب من الله؟ الله هو اللي يعني يقول لي تعالى، او يعني باستمرار هو اللي يجي ناحيتي. لا انا عارف ان الله عظيم ومش محتاج لا لخدمتي ولا لكلامي ولا لاي شيء، ولست محتاجا الى عبودياتي زي ما بيتقال في القداس، لكن ازاي اقترب الى الله؟ كلام حضرتك صح جدا بنسبه 100%، ولكن هذا الاقتراب ربنا برضو وضحه لنا. تخيل حضرتك وانت مروح بمجرد ما بتفتح الباب فاتح حضنك. ابنك بيعمل ايه؟ هيترمي على طول، يجي جري. هو ربنا معانا كده فاتح الحضن. طب لو ابنك عمل نفسه مش واخد باله خلاص هتعمل ايه؟ انا فاتح لك حضني. ده مش بس كده، ده انا باجي وبخبط. الله يحتوي زي ما راي حضرتك، وده راي صح. هو الكبير اللي يحتوي فاتح احضانه بيخبط على الباب ان فتح. فهنا برضو الاراده اللي جوايا اللي مرتبطه بالحريه. اقتربوا. طب انت يا رب مستنيني اقرب منك؟ لا مش مستني الحرف ده، انا مستنيك تيجي. ادي الاثاره. احد الاباء وانا بصلي يا رب انا كلمتي مش هتوصل لك، فرد عليه المرشد قال له بس انت طلعها وهو هيجي من سماء ياخدها من سماء وياخدها من طرف لسانك. الله الله قريب جدا منا. وعلى الجانب الاخر الف بعد الشر الشيطان مش قريب جدا، ده واقف وبيتلكك. عشان هو حربكم ليست مع جسد ودم ولكن مع اجناد الله الشريره. اجناد الشر مستني. هو انا واقف هنا الشيطان عايز يخطف، بيليك بتقرب لربنا وربنا فاتح حضنه. كل ما تقرب خطوه الشيطان يبعد خطوتين. ولكن لو انت ما قربتش، طب اقرب منك ازاي يا رب؟ صحيح صحيح. اخضع ارادتك. صحيح. اخضع قراءاتك، اخضع افكارك، اخضع افكارك. انا الحقيقه الوقت بيجري بيا سكرم، بس لازم اخد الجزئيه الاخيره دي اللي هي نقوا ايديكم وطهروا قلوبكم. وزاول رأيين أنا برضو لو حركت تشير ليها، إزاي أطهر إيدي أو أنق إيدي وأطهر قلبي؟ بنسمع دايما أقول لك داري إيديك، إيديك ملوثة بالدم. صحيح. قدام ربنا برضو نق أيديكم، الإيدين المتلوثة بالخطية لا ترفع إلى الله. وأن رفعت لا ينظر إليها. فنقوا أيديكم من عمل الشر اللي بتعمل ده. يعني خلي إيدك دايما تحمل الخير. نقوا أيديكم ونقوت طهروا ايديكم، جاي من نقاوه القلب بعديه على طول. لانه الايدين ما هي الا ترجمه للغه القلب والفكر. صحيح. فانت جواك ايه وبتعبر عن ايه؟ فقلبك وايدك، خلي قلبك يدي اشارات مقدسه لايديك عشان تعمل عمل الخير. حتى احنا لما بنيجي نكرم حد او يقول لك صاحب ايادي بيضاء، الايدي الايدي بالضبط كده. دايما يقول لك ده حتى في العالم السياسي يقول لك ده ايدين ملوثه بالدم. صحيح. ما ينفعش. الايدين الملوثه بالخطيه لا ترفع الى الله. وان رفعت لا ينظر الى الله اليها. امين. طب في ما فيهاش امل؟ لا فيها امل. طهروها. نقوها. ارجعوا الي فارجع لي. ارجع اليكم. الرجل ذو الرايين والقلب ذو الرايين والانسان ذو الرايين لا يثبت متقلقل. ودي الصراع اللي جوه غالبيه الناس وغالبيتنا كلنا. الصراع بين الخير والشر، عايز امشي شويه هنا وشويه هنا، قلبك رايح فين؟ ثبت قلبك، ثبت قلبك. امين. يعني انا العقول انا
وقلوبنا. ودي اللي الطلبة اللي دايما بحب أقولها كل يوم في التحليل باكر، القلب النقي يدي الطهارة للإيدين والرجلين والعينين والودان وكل حاجة. صحيح. الرجل يعني ويدي طهارة ويدي استنارة للعقل وللذهن. وتذكر دايما الله قريب جدا. الله. ولو عملت مش واخد بالك في حد تاني، مخلوق تاني سرير عايزك تبقى قريب جدا منه. الله قريب. والقرار قرارك. الله قريب جدا والقرار قرارك. أنا بشكرك جدا أستاذ كرم شنودة الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون، نورتنا جدا. بشكركم وبشكر محبتكم، وربنا يدينا نقاوة القلب والإيدين والفكر وكل حاجة. أمين. بشكرك جدا. لسه معاكم وهنخرج لفاصل قصير ونرجع نتكلم على العربيات والعربيات القديمة المتهالكة اللي قالوا لنا هياخدوها من الشارع وما تبقاش باسمك بعد كده، ده نعرفه إزاي بعد الفاصل.